على اليسار لفريق القيصومة، هجوم قادم وفرصة لجاوش في المرمى، جول! الله عليك يا حميد جاوشي، هدف أول، هدف أول لفريق القيصومة محمد الحارثي، تمريرة جاوشي ومحمد الحارثي يسجل الهدف الأول. الله عليها من عودة بعد التوقف، عادوا متقدمين، عادوا يسجلون، عادوا ينتصرون. هدف جميل، هدف ملعوب، هدف مرسوم. شوفها شوفها شوفها، والاستغلال والتمركز لمحمد الحارثي. هو هذا القيصومة، هو هذا محمد الحارثي. هدف أول لأصحاب الأرض محمد الحارثي واحتفالي. وصلت المنتصف لفريق العروبة، امتداد الكرة، كرة تأتي، كرة العودة، كرة العودة في المرمى، في المرمى، جول! عاد العروبة، رجعهم البرازيلي تياغو بيزيرا، يعود العروبة ويعود هدف التعديل لبيزيرا، تياغو بيزيرا، قدم برازيلية تدل المرمى، هدف العودة لتياغو بيزيرا. شوف الخطأ الدفاعي، شوف الخطأ الدفاعي، وشوف التمريرة السحرية للاعب والمهاجم البرازيلي تياغو بيزيرا. هذا هدافهم، هذا هدافهم. الله عليك يا تياغو، الله عليك يا تياغو. بيزيرا، بيزيرا يسجل هدف التعادل لفريق العروبة في غفلة وخطأ دفاعي. يبحث عن كرة عكسية فريق القيصومة، لكن بيزيرا، بيزيرا على الهجوم، البرازيلي راح، بيزيرا بيزيرا بيزيرا، الله 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 الله. هو هذا بيزيرا، هو هذا تياغو بيزيرا، هذا هو المهاجم للعروبة، يصحى أخيرا بيزيرا وريمونتادا لفريق العروبة. حلوة الجوف، ما أحلى في الشوط الثاني، العروبة يستفيق ويحقق الأمان في الشوط الثاني، هدف ثاني وريمونتادا ودرس برازيلي ضيعها برونو، لكن صححها تياغو، تياغو بيزيرا، تياغو بيزيرا يضيف الهدف الثاني ويضرب بالثاني في أحلى المواعيد، في أحلى الليالي مع عودة دوريالو بيزيرا. بيزيرا الهدف الثاني، هل نشاهد معها تسلل؟ لكن هذا الهدف، هذه الإعادة، الله عليها من ثقة بيزيرا، بيزيرا بيزيرا، هذا برازيلي خالص، هذا بيزيرا، هذا هداف في دوري الدرجة الأولى في دوري يلو، يسجل الهدف الثاني بهذا المجهود الكبير لبيزيرا، تياغو بيزيرا، تياغو بيزيرا البرازيلي يصنع الأفراح ويجلب القيصومة. برونو على تنفيذ ركلة الزاوية، تلعب بالراس الآن في المرمى، جول! الله عليك يا ديب، الله عليه، من هدف ثالث لفريق العروبة. عروبة سكاكا، عروبة سكاكا، هدف ثالث جميل، هدف ثالث رهيب، وارتقاء لهذا المهاجم الصغير أديب الممدوح، أديب ممدوح. شوف الارتقاء، ما شاف عبد الرحمن الشمري، ما شاف عبد الرحمن الشمري، في زاوية صعبة، في زاوية صعبة. هو هذا، هو هذا أديب، الله عليك يا أديب، الله عليه، من ارتقاء مجنون وعلى زاوية صعبة على كل الحراس. أديب، أديب يا معلمهم، أديب يا مهاجمهم، الله عليك. وفهد مختار، ركلة الزاوية تلعب الآن بالرأس من بيزيرا في المرمى، في المرمى، جول! هدف رابع يا فريق العروبة، تياغو بيزيرا،
تياغو بيزيرا، والهدف الرابع، هدف رابع لفريق العروبة، هدف رابع لفريق العروبة. شوط أهداف، شوط جميل لفريق العروبة. الله عليكم يا ابن أسكاكا، الله على العروبة. يتغلب على الظروف ويقهر الظروف ويسجل هدف الرابع. شوف كرة تياغو بيزيرا، تياغو بيزيرا، تياغو بيزيرا، هاتريك 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 في هذا اللقاء، تياغو بيزيرا، وهدف رابع لفريق العروبة. الله عليك يا برازيلي، الله عليك يا برازيلي، نجم اللقاء ونجم هذه المواجهة في هذه الأمسية الكروية.